أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يوصف الله عز وجل بالملل وبالحنان والمنان؟ وجزاكم الله خيرا. المنان نعم من أسماء الله، ولكن الحنان لم يثبت هذا أنه من أسماء الله، والملل والاستهزاء والسخرية هذه من باب المقابلة والمجازات. إن الله لا يمل حتى تملوا، شوف، لا يمل حتى تملوا، فإذا مل العبد مل الله عنه من باب المجازات له، فيسخرون منهم سخر الله منهم، من باب المجازات، لما سخروا سخر الله منهم. الله يستهزئ بهم، لما استهزأوا بأولياء الله استهزأ الله بهم من باب الجزاء والمقابلة. نعم.